معانا على التليفون مره اخرى كابتن شريف الشمرلي المدير الفني الفريق الاول للكره الطايره. مساء الفل يا كابتن. مساء الجمال، نورنا وشرفنا. اشكرك. نورك ونور الساده المشاهدين. اشكرك يا فندم، اشكرك. كابتن شريف، يمكن شغل من نار ما شاء الله، اللهم بارك. يعني حضرتك من اول الناس اللي بداوا الموسم، او اول الناس اللي بداوا فتره الاعداد، وده فكر الناس اللي بيبقى عايز انا سابق بخطوه علشان اكون متقدم على كل الفرق، لانه برضو حضرتك في موقف صعب سلاح ذو حدين، يعني ناس واخدين الثنائيه الموسم اللي فات، واكيد حضرتك عايز تحافظ على ده. عايزه حضرتك تكلمني اكتر عن المحترف، عن فتره الاعداد. انا هسيب لك بقى الدنيا تتكلم، تطمن كل الجماهير على فريق الفولي وصل لحد فين لحد دلوقتي يعني. طيب، اول حاجه فتره الاعداد طبعا هي سلاح ذو حدين. لو احنا بدانا بدري مشوار طويل بحاجه مش كويسه، لكن هو انا بس بطمن الناس ان الموضوع ده كان محسوب. محسوب ليه برضو؟ لان احنا كنت شايف ان الفرقه محتاجه فتره اعداد يعني بدني عام في الاول، وبمساحه كافيه عشان خاطر نقدر نبني عليه الموسم باذن الله. وكان الكلام ده في الاول لمده ثلاث اسابيع، ثلاث مرات في الاسبوع. وكان الهدف برضو الثاني في القصه دي ان احنا عندنا معسكر باذن الله في بطولتين في الامارات، وباذن الله ده هيبقى من يعني من يوم 14 يعني جاري الاعداد والتنفيذ باذن الله. دي المعسكر ده كنا هنروح نلعب بطولتين مع فرق محترمه هناك. طبعا المجموعه اللي هي باقيه من المنتخب، لان في سبع لعيبه في المنتخب دلوقتي بالظبط. والمعسكر ده ليه اهداف، ان اللعيبه اللي موجوده بتاعتنا الباقيه في الفرقه بتتمرن تاخد مساحه كبيره جدا في الاعداد، والمستوى يقرب من كل الناس من بعض عشان لما يرجعوا لعيبه المنتخب يبقى في منافسه كبيره. والافضل باذن الله هو اللي هيكون ليه شرف تمثيل فريق نادي الزمالك الاول للرجال في الكره الطايره في الملعب باذن الله ان شاء الله. الحاجه المهمه الثالثه برضو ان طبعا في فتره من الفترات اللي هي بدايه الاعداد دي يعني دخلنا فيها لعيبه المنتخب، كان المنتخب متوقف عن التدريب 20 يوم، فانا ما حبيتش برضو لاعيبتنا بتوع المنتخب يروحوا للمنتخب وهم مش جاهزين، فبرضو دخلناهم والحمد لله يعني وصلناهم لجاهزيه مناسبه قبل الدخول والانتظام في معسكر المنتخب قبل صفقه كره العالم. طبعا دي روح طيبه، يعني خليني اقف هنا، ودي روح طيبه من حضرتك، لان في بعض المديرين الفنيين يقول لك انا اساسا فكره ان هو بيتجمع مع المنتخب دي بتاثر عليا، بتضايقني، لان انا ببقى عايز فريقي كله مجتمع يتعودوا على بعض اكتر، يكون في توليفه اكتر. في حضرتك بتتكلم بروح طيبه جدا، وده الطبيعي، حضرتك طول عمرك مدير فني للمنتخبات يعني. حضرتك اولا يعني نمره واحد ان بلدنا يعني دول عليها انها يعني يعني هي اهم حاجه عندنا في الدنيا. ويمكن كابتن المستشار دايما بيتكلم على ان نادي الزمالك نادي الوطنيه والكرامه. احنا وطنيين ومصريين باذن الله، ونسعى لمصلحه المنتخب، دايما بنسعى لمصلحه الزمالك، وباذن الله ده يكون برضه ليه مردود علينا جيد، للاعبتنا برضه يكونوا في مستوى جيد وبرضه ما يقل اصاباتهم، ونكون برضه احنا يعني زي ما بنعامل فيهم ربنا في بلدنا باذن الله يبقى عندنا نتيجه كويسه في الفرقه. صحيح. طيب بالنسبه للنقطه اللي تخص الاعداد، طبعا الاعداد باذن الله مفترض ان شيفاني باذن الله يوصل يوم 4 اغسطس عشان ينضم للفرقه، واللي هو المحترف اللي هو كان موقع من السنه اللي فاتت اللي هو الكوبي الايطالي، وطبعا باذن الله يعني هيبدا ينضم للفرقه ويبقى موجود معانا في الامارات. الجزء الاخير بقى في القصه هو المحترف الاسباني. يمكن بدات القصه من احنا كنا احترق الفرقه والاحتراف الخارجي هشام يسري، وهو احد العناصر الشابه الجيده يعني. وطبعا لما هو ساب الفرقه كان لازم المكان ده نكون في حد برضه في نفس القوه. يمكن عندنا برضه من الشباب الصغير اللي طالع سيف حسن عابد، هو بياخد وقته ان هو بيجهز عشان يقدر في المستقبل يكون في المكان ده او في مركز 4 باذن الله يقدر يخدم نادي الزمالك. لكن في نفس الوقت احنا مطلوب مننا ننافس على البطولات، فده كان لازم يكون عندنا مع رضا هيكل اللي هو طبعا يعني انا بعتبر ان هو احد اهم اللاعبين اللي موجودين في مصر دلوقتي، وبالنسبه للزمالك هو افضل لاعب اللعيبه الموجوده في مركز 2، فهو وهو طبعا غير ان هو ليه خبره كبيره جدا وسي في تقيل جدا. فرضا هو دلوقتي طبعا موجود في الفريق كلاعب اساسي، وبرده اتفقنا مع المحترف اللي هو كابتن منتخب اسبانيا، هو تقريبا قريب من العمر برضه
عنده 26 سنه وهو اللاعب طبعا احنا شفناه وانا كنت اعرفه من قبل كده لان مع المنتخبات شفته كتير مع منتخب اسبانيا وشفته في بطوله البحر الابيض المتوسط وانا بتابع المباريات يمكن كان هو واحد من اميز 2 أو 3 لعيبه في البطوله كلها. تمام هو نزل التمرين ولا لسه يا كابتن؟ ما انا هقول لحضرتك القصه فين احنا دخلنا في مفاوضات معاه الحمد لله يعني وصلنا يعني السعر كويس في التعاقد معاه وهو كان مرحب جدا في ان هو يكون موجود في نادي الزمالك عنده خبر عنده اتصال بيوسفاني برضه وهو كان بيلعب معاه في اسبانيا السنه اللي فاتت وهو رحب في وكان التفاوض موجود لغايه يعني 2 أو 3 فاتوا تحت قياده يعني طبعا بمباركه سياده الاستشار استاذ منصور وطبعا اللي كان بيقود بشكل مباشر معايا التفاوض يعني هو شيخ النائب احمد مصطفى. تمام والحمد لله يعني توصلنا لكل الاتفاقات والحمد لله هو وقع من يعني بالظبط تحديدا امبارح والحمد لله كده هو يعني لاعب نادي الزمالك باذن الله وجاي اكمال باقي الاجراءات. في صفقه محليه قريب؟ والله في حاجات لسه احنا مش هنعلن عنها يعني هتكون للمستقبل تكون كويسه لكنها مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي بدون اسماء بس ماشيين في حاجه زي كده صح؟ حاجه لحد صغير يعني بس بنحاول نخلص فيه يعني. اللاعب الاسباني طبعا هو موجود خلاص في القاهره ولا لسه؟ لا لا لسه ما وصلش لسه عنده تصفيات بطوله اوروبا اسبانيا هينضم امتى؟ هينضم المفروض على المعسكر بتاع الامارات باذن الله ان شاء الله احنا جاري بس الاتفاق على المواعيد معاه باذن الله ومع منتخب اسبانيا ان شاء الله. حاجه اخيره بس مهمه اتفضل يا فندم اتفضل احنا تم التصريح عن لساننا ان احنا وقعنا مع اللاعب الاسباني في احد المواقع اللي انا مش عارف يعني هم جابوا الكلام ده منين الوقت حتى اللي صرحوا فيه على الكلام ده كان لسه اللاعب ما وقعش تمام فانا بس بنفي ان اي حد ياخد اي حاجه من غير ما نكون احنا متفقين انا دلوقتي اللي بتكلم عن الجهاز الفني. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا في الحلقه اللي فاتت كنا عارفين ان في توقيع وان الموضوع بيخلص وان كل الكلام ده ولكن احنا قلنا انه على اعتاب وما رضيناش ابدا نقول اي تفاصيل ولا صرحنا باسمه ولا دخلنا في التفاصيل دي لانه دايما بنقول انه الطبيعي الاداره بتعلن عن طريقنا عن طريق الموقع الرسمي وخلاص فيعني اي اخبار تسمعوها قبل قناه الزمالك او قبل الموقع الرسمي لنادي الزمالك من خلال طبعا الاداره لما بتعلن عن اي صفقه من خلالهم كل ده بيكون لا يعني تحت طبعا الشك وتحت بند انه ما يكونش لسه تم وكلام كتير دايما بنقول كده. كابتن شريف كابتن شريف نورتني وشرفتني وكنت سعيده جدا بوجود حضرتك معايا وان شاء الله كل التوفيق لحضرتك في الموسم الجديد باذن الله.